مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشة الاسكندرية وقضايا ساخنة، قضايا كثيرة عديدة نناقشها مشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشرة. خلينا نؤكد على حضراتكم ان حلقتنا النهاردة مقسمة لجزئين. الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عن المواني المصرية وتحديدا الجديدة ميناء ابو قير، ان شاء الله تكون اضافة للاسكندرية بشكل كبير جدا. اما الجزء الاول فنتحدث عن القوى الناعمة. قوى الناعمة كثيرة عديدة، ولن نستطيع التغيير الا من خلال القوى الناعمة. القوى الناعمة لا تتمثل في الفن فقط، ولكن اساسا في تلقي، يعني مش بالضرورة انا اكون عندي موهبة، الموهبة يجب ان تثقل. طيب تثقل ازاي وانا ما بمدش ولادي باي معلومة عن اي شيء؟ الولاد الاهالي طول النهار سايبة الموبايلات 24 ساعة، والامهات حاسين ان ده بيشغلهم عنهم، وانهم بيستطيعوا ان هم كمان يكون عندهم مساحة من الوقت لهذه الاشياء. لكن في حقيقة الامر انا بدمر عقول. احنا تربينا على القراءة وقراءة الكتاب، الكتاب نفسه مش القراءة الالكترونية، لها عبق غير عادي، وكانت التسلية الاولى والاخيرة لنا في ايام الصيف وحتى في الاجازات الرسمية اثناء الدراسة، هي ان احنا نقرأ ونقرأ باستفاضة ونستمتع بالقراءة، وتكون القراءة دي وسيلة. لدرجة ان احنا كان اهلينا بتدربنا على القراءة على المنشطات او المحلات، طب انت، طب قول، طب اقرأ، طب سلي نفسك وانت في العربية. لكن النهاردة انا لما هديله هياخد معلومات قد تكون ما لا يعني ما هياش معانا في اعرافنا ولا في عاداتنا ولا في تقاليدنا. مهم جدا ان انا لما ادي ابني وسيله يتعلم منها اكون عندي رقابه، ورقابه جيده ومحترمه عليها. مش رقابه ان انا افرض الوصايا، لكن ان انا انوع له المصادر، ما سيبوش كده لنفسه. عموما الحقيقه مكتبه اسكندريه عامله لنا حاجه كويسه جدا، وهي مكتبه متنقله، مكتبه هي اللي بتروح لك مش انت اللي بتجي لها. ناس كتير هتقول احنا يعني الطبقه، كلنا بقينا طبقه بتعاني من لفظ العيشه والحياه بشكل كبير، لكن مهمة قوي الكتاب. يعني انا كونت مكتبتي من مكتبة الاسرة، اللي ناس كتير جدا كانت بتقول ايه فايدة مكتبة الاسرة. لا، مكتبة الاسرة كان فيها الكتب القديمة واعادتها، وكانت تقريبا اغلى كتاب في مكتبة الاسرة بينزل يومي 3 جنيه. 3 جنيه يعني كانوا برضو حاجة قليلة بالنسبة ان انت تحط مثلا تفسير القرآن في الشعراوي، وصف كتاب وصف مصر، كل هذه الاشياء كانت متواجده. النهارده بقى مكتبه الاسكندريه الحقيقه بتاخد دور مختلف، انها بتودي لك المكتبه لغايه عندك. تفاصيل اكتر حول هذا الموضوع والعلاقه، يعني احنا هنخلي الناس يقرا ولا طلبه الجامعه ولا ايه؟ اشياء كثيره جدا هنعرفها من خلال لقائنا مع الاستاذ سامر هدايه، وهو اخصائي اول لمكتبه الطفل بمكتبه الاسكندريه. اهلا بيك. اهلا. الاستاذ خالد حسين يعني هو اخصائي اول ايضا في مكتبه النشر. قولوا لي بقى ليه التخصص، ليه يعني التخصص ده يفيد وان انا ابقى عندي مكتبه للنشء ومكتبه للطفل، وما يعني قولوا لي عدد المكتبات اللي موجوده. هو مبدئيا هو طبعا هتكلم على مكتبه الطفل لان هي دي تعتبر الاستقبال او البدايه بتاعت الاطفال في التعرف بنظام المكتبات. انا كمكتبه الطفل بيبدا السن عندي من 6 ل 11 سنه، وبقدر ان انا من خلال بعض المسابقات الثقافيه اللي المكتبه بتعملها او زي تريجر هانت مثلا او الكلام ده، ان احنا نربط الطفل بالكتاب وان هو ازاي يقدر يطلع المعلومه الكتاب اكتر من اي مكان اخر. ايوه، انتوا كام بقى مكتبه؟ يعني هل في مكتبه للمراه؟ هل في ولا هم النشء والطفل هم المكاتب المتخصصه داخل مكتبه اسكندريه؟ هي مكتبة الطفل ثم مكتبة النشر ثم المكتبة الرئيسية. الفكرة كلها ان احنا بنحضر الاولاد
من اللي هي فتره هي مكتبه النشر هي من 12 ل 16 سنه بنحضرها من المكتبه الكبيره بحيث ما يحصلوش حاجه زي صدمه اللي هو لما الطفل مره واحده بيلعب مره واحده يطلع المكتبه الكبيره يلاقي كتب بس او يلاقي انشطه ثقافيه هتبقى كبيره عليه. فاحنا مرحله بسيطه تقدر تاهل بيها النشء ان هم يبقوا جاهزين للاستفاده من المين لايبرري او المكتبه الرئيسيه بحيث ان هو يقدر خلاص فكره اللعبه او فكره الجيمز خلاص انتهت بالنسبه له، يبتدي بقى عندي في المكتبه يتعرف على ازاي يقرا وايه الانشطه اللي احنا بنقدمها له بحيث ان هو يزيد معلومات الثقافيه. بنعمل له طبعا برده مسابقات ثقافيه، مسابقه من سيربح المعلومه دي بنعملها بشكل دوري. بنعمل انشطه بتصل ل 40 نشاط في فتره الصيف في كافه المجالات الفنيه والادبيه، قصص قصيره، شعر، بنساعده كمان الاشتراك في مسابقات دوليه. كل ده عندنا في المكتبه، فطبعا هو بنفسه بيتجه للقراءه. وبالرغم من ان الكتب الالكترونيه ليها طبعا ما حدش يقدر ينكر دورها الكبير، ولكن ما زال عندي في المكتبه بيحبوا لسه القراءه وبيحبوا الاستعاره ويحبوا كمان ان هو يمسك الكتاب بنفسه ويقروه، وده شيء جميل برضو عندي في المكتبه. خلينا نتكلم، هي الفكره ليست بحديث الكتاب الالكتروني، لكن الحديث في الفكره او الكتاب المطبوع، ولكن الحديث في الفكره ان انا ما قفلتش عن نفسي في المكتبه ولا وقعت، انا طلعت بالمكتبه للعالم الخارجي. وحضرتك في تقريبا شراكه ما بين التربيه والتعليم، بتروحوا بقى اسبوعيا ولا المداومه بتكون ازاي؟ بالظبط كده، هو في بتبقى في بدايه كل فصل دراسي بيبقى في اجتماع من مسؤولين من مكتبه عندنا ومسؤولين من وزاره التربيه والتعليم، بحيث ان احنا نقدر ننسق مع بعض الزيارات، بتبقى بشكل اسبوعي. الزيارات دي بنقدر ان احنا نطلع او نروح بيها لمكتبه، نروح بعربيه الكتاب الالكتروني والمطبوع، نقدر ان احنا نزور اي مدرسه، نوريهم عن طريق الخطوات البسيطه اللي بيطبع بيها الكتاب ايه الشكل اللي بيحصل بيه المشروع بتاعنا. وده في نفس الوقت بيخليهم، لان هم بيحسوا ان هم عن طريق الخطوات دي هم اللي عملوا الكتاب، فبيحس ان الكتاب ده حاجه مهمه هو عايز يقراها يعني. لكن انت حضرتك يعني انت بتصغلهم مثلا يعني الطباعه والنشر وكده، ولكن مش بتودوا لهم كتب يتعاونوا في يعني كتاب ونتحدث فيه نتناقش فيه بالنسبه للاطفال حتى لو كتب بسيطه؟ هو اللي حضرتك بتقولي عليه ده هو ممكن بيبقى فكره جانبيه بجانب مشروع كتاب الالكتروني والمطبوع. هو الهدف الاساسي من مشروع كتاب الالكتروني والمطبوع ان هو عباره عن موقع الكتروني موجود عليه بعض الكتب، والطفل او النشء يعني بيقدر ان هو عن طريق الخطوات البسيطه اللي احنا بنقول له عليها بيقدر ان هو يطبع الكتاب، والمدرسه بتاخد الكتاب بعد كده، بس نسخه طبعا مش اصليه يعني. انما طبعا بالنسبه ان احنا يبقى في فكره كتاب ونتكلم حواليه، شايفين الصور وشايفين العربيه وشايفين الطلبه. دي مدرسه ايه؟ دي مدرسه العطارين بنين. حضرتك بقى نتكلم شويه عن النشر. انت موصف النشر عندك من سن كام لكام؟ من سن 12 لسن 16 سنه. وبنحضر لهم انشطه يعني فكره مختلفه شويه عن مساله الطباعه، ولا برضو مستمرين في مساله؟ انا كنت اتوقع ان يكون في مثلا المدرسه بتاعتهم بتدوها كتاب تطلع عليه وتناقش الولاد وتكلم الولاد، وبعدين هم يبقوا حابين يشوف الشخوص ديت فنطبعها فنوريهم، مش ان انا اعمل لهم طباعه بس. لا، ما احنا بنعمل لهم حاجه بنعرفهم ازاي الكتب الالكترونيه بتتعمل من خلال برزنتيشن بنعرضه عليهم، ازاي بنحول الكتب من الشكل المطبوع للشكل الالكتروني من خلال استخدام خاصيه، او نعرفهم على خاصيه اسمها او سي ار، او بالانجلش اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، او التمييز البصري للحروف. وبنفهمهم ان في برامج بعد ما بسكان الكتاب اقدر ان انا احوله من صوره لتكست لصيغه مكتوبه، ثم بعد كده انا ممكن اعمل بيها ايه؟ ممكن بعد كده ان انا اترجمه، ممكن بعد كده ان انا احوله ملفات صوتيه،
بحيث ان ايوه دي صناعه الكتاب، لكن محتوى الكتاب القوه الناعمه ان انا اخليه يقرا، ان انا اخليه يعرف، ان انا اعرفه على كتب مصر فيها شعراء وفيها كتاب وفيها ادباء، واشوف اخليهم كمان يطلعوا على الادب العالمي، ليه لا؟ مع فرصه الكتاب الالكتروني بتبقى يعني احنا بنروح زياره مثلا بتبقى ساعه او ساعه ونص، تمام؟ فاحنا كل الهدف ان احنا نفهمهم يعني ايه كتاب مطبوع ويعني ايه كتاب الكتروني بس، وازاي ممكن هم المحتوى يحكي. مش بتاعك المحتوى بيحتاج وقت طويل عشان انا اقدر، بحيث ان انا ما بحببه في المكتبه وبحببه اللي يشوف فكره الكتاب الالكتروني اكتر مطبوع، فممكن يجي للمكتبه ساعتها انا بكمل معاه الرساله. لان انا بسالهم الاولاد سؤال، بقول لهم لو انا طلبت منك كتاب من 1000 مثلا 1000 صفحه، بقول لك اكتبه لي على الكمبيوتر، هياخد منك وقت قد ايه؟ يقول لي مثلا هياخد مني شهر. طب انا لو عرفتك على تكنولوجيا مثلا تقدر تحول بيها الكتاب ده لتكست على الكمبيوتر في 3 4 ساعات، فيبتدي ينتبه لي. طب ازاي؟ وممكن كمان من خلال ابلكيشن على الموبايل او من خلال الويب سايت ان انت تسكان صفحه او تصورها على الموبايل وتحولها لتكست، فيبتدي ينتبه لي. ثم بعد كده اقول له طب ايه رايك انت بتحب الكتب الكوريه؟ لان طبعا الفتره اللي فاتت الولاد حابين قوي الكتب الكوري. طب ايه رايك ان انت ممكن تجيب اي كتاب كوري وتقراه بنفسك؟ فيبتدي ينتبه لي اكتر، تمام؟ فدي الفكره بتاعت العربيه، ان انا بقول له ان مش بس ان في كتب مطبوعه، لا ده كمان في كتب الكترونيه وانت بايدك تقدر تحولها. ثم بعد كده تيجي المرحله الثانيه ان هو يحب الموضوع فيبتدي يقرا الكتب عشان يترجمها عشان يشوفها بطريقه ثانيه. طب عايزه اسال حضرتك استاذ سامر عن المعاناه في انك انت تقنع اولاد طول النهار الموبايلات في ايديهم، تعالى هكلمكم على الكتاب. هو طبعا زي ما حضرتك بتقولي كده، هو طبعا هي معاناه، حاجه طبعاً مش شيقه بالنسبه لهم بالظبط. بس هو برضو احنا نقدر نشوف هو حابب ايه او ايه الموضوعات اللي هو حاببها او هو حابب يقرا في ايه بالظبط، وهي دي المدخل يبقى بتاعه ان هو يقرا الكتاب في الموضوع اللي هو حابب ان هو يشوف ايه المعلومات اللي فيه ويطلع المعلومه من الكتاب ده. نعمل له مسابقات والمسابقات دي يقدر ياخد منها جوائز، دي برضه هتقدر ان هي تحببه في الكتاب يعني ويطلع المعلومات من الكتب. بيبقوا عايزين يعني بعد اول جلسه عايزين يعرفوا اكتر ولا لا؟ طبعا. احنا ودي بتبقى وسيله لانهم يترددوا فيما بعد على المكتبه. احنا الحمد لله في ناس كتير من رواد المكتبه لما بيجوا عندنا المكتبه لاول مره بيدونا حتى احنا فيدباك، لا هو الولد حب المكتبه وحب ان هو يجي وحابب ان هو يجي كل يوم، فيقدروا يعملوا ايه عشان هو يجي كل يوم ويمارس الانشطه المختلفه للمكتبه بتاعته. ايه الوسيله اللي عن طريقها الولاد يقدروا بالفعل زي ما حضرتك بتقول انت عرفتهم بالكتاب الالكتروني، فيما بعد في فصل الصيف يجوا لك ازاي؟ هل بتبقى في اشتراكات؟ هل بتعمل لهم عضويه؟ هل يعني ايه بقى اللي انتوا بتعملوه فيما بعد؟ ولا العلاقه بتنقطع بعد زياره فقط؟ بالعكس، هي العلاقه دي اللي هو بعد الزياره بتبتدي علاقه جديده، ان هو بيتعرف على المكتب. ثم بيجي لي بقى المكتب بيعمل عندي عضويه، العضويه عندي بتتقسم عضويه شهريه وعضويه سنويه. بيجيب بس اوراق خاصه بيه، هو شهاده الميلاد وصوره شخصيه واشتراك سنوي بمبلغ زهيد جدا يعني. وبيعمل عندي عضويه بيقدر يخش بيها طول السنه، ومنها ممكن يشترك بقى في الانشطه اللي بنعملها. طبعا بنعمل او زي ما ذكرت حضرتك بنعمل انشطه كتير جدا في كافه المجالات، يعني مش بس مجالات ثقافيه، لا بنحاول ان برضه يكون في مجالات فنيه ومجالات ادبيه. بنعمل مسابقات ثقافيه اسمها مسابقه مسابح المعلومه، ودي احنا بنقسمهم فرق كل فريق من 5. طب بنروحش ليه في اطار دوري اثناء الدراسه؟ بنعملها وبعدين دلوقتي بقى في ولاد عندهم 16 17 سنه بيدخلوا الجامعه، فالجامعه مش ضمن اهتماماتكم ولا؟ احنا بنتكلم طبعا كل يعني المكتبه مقسمه كل يعني نشاط او كل فئه مختصه بمجال معين. فاحنا مقسمين مثلا لغايه سن 16 سنه في انشطه ثانيه في المكتبه الكبيره، مثلا 17 18 بيبقى ليهم انشطه ثانيه وليهم محاضرات بتتقدم، وبرده على حاجات بتبقى مستوياتها عاليه جدا وبتبقى معروفه يعني حتى ليهم هم بخلال هم متابعه صفحه المكتبه الرئيسيه، فهم بيشتركوا فيها.
لكن احنا بيجينا عارف الانشطه، وحتى بيبقى حريص جدا الاولاد عندنا ان هم يسالوا على الانشطه اللي هتنزل امتى، تمام؟ بيبقوا مسالين يعني بننزل على صفحتنا ان مثلا انشطه نادله، فهو بيبقى مثلا بيختار نشاط معين، اللي بيحب مثلا الرسم بيشترك، اللي بيحب الكليه. ايه هي الانشطه؟ هي فرصه ان احنا نقول للناس ايه هي انشطه المكتبه، وتحديدا احنا عندنا خلاص اجازه نص سنه بالزبط. فهي فرصه ان الولاد في هذه الفتره مع الجو ومع الدنيا اللي احنا فيها انها يروحوا المكتبه، وما يبقاش في نفقات كبيره على الاسره. بالظبط، هي كل انشطتنا مجانيه. ايوه، ما بناخدش اي رسوم خالص، حتى الماتيريال والخامات احنا بنوفرها، القاعات بنوفرها عليهم انهم يتوجهوا لفين والامتى وينظموا نفسهم. اهي المكتبه برضو احنا شايفينها على الهوا، وشايفين ان الولاد في اقبال كبير منهم يعني. بالظبط، هو مجرد ما بيتوجه. وانا شايفه ان انتوا رايحين في اماكن متنوعه برضو. احنا بنروح الانديه وبنروح المدارس، وكمان عندنا في ساحه البلازا في المكتب. احنا شايفين تنوع يعني. انا شايفاها كلها او معظمها مدارس حكوميه. احنا بنركزين شويه، او وزاره التربيه والتعليم مركزه جدا على المدارس الحكوميه والبعيده كمان، عشان بيبقوا صعب، او يعني بيبقوا صعب الوصول ليهم للانشطه، فاحنا فرصه ان في عربيه ممكن توصل لهم. فبصراحه يعني مبادره كويسه من وزاره التربيه والتعليم، يعني ان هم مركزين على المدارس الحكوميه وكمان الاماكن البعيده. طيب خليني اكلم حضرتك استاذ سامر على الاطفال اللي بيجوا لكم المكتبه بقى، تقدروا تعملوا لهم ايه؟ يعني ايه وسيله الجذب عشان نكمل معاهم في الكتاب الالكتروني والمطبوع؟ بس انا لازم اعلمه برضو الكتاب المطبوع، يعني انا لو دخلت له فكره بيواكب العصر، بس الكتاب المطبوع ده له قصه ثانيه وعبق ثاني مختلف، ومعلومه مش عارفه بتبقى ثابته اكتر، مش عارفه. هو طبعا احنا بنركز معاه هو الكتاب المطبوع ده له رونقه اللي مش هيروح ابدا. يعني احنا طبعا في المكتبه بنعمل مجموعه من الانشطه اللي كلها مرتبطه او بتدور حوالين الموضوعات المختلفه اللي في الكتب. احنا ما بنعملش اي نشاط مختلف منفصل عن الكتاب، هو النشاط بيبقى مرتبط بالكتاب. يعني مثلا ممكن ان احنا نعمل له ورك شوب معينه، مثلا نتكلم فيها عن معلومه معينه، الفضاء مثلا او شخصيه معينه او الكلام ده، وفي اخر الورك شوب خالص لو انت محتاج ان انت تعرف اكتر عن الموضوع ده، احنا في عندنا مجموعه من الكتب موجوده في المكتبه، ونقدر نقرا فيها ونطلع المعلومات اللي احنا عايزينها عن الشخصيه او عن الموضوع المعين اللي انت حبيته ده. لما بيجي لك الناس وخلاص هو هيشترك، حاجه بتقول ان كل الانشطه دي مجانيه، انت بتصنفهم ولا بتعمل لهم الورش بيتم ازاي؟ هل حسب السن ولا حسب قدره؟ انا بشوف اطفال دلوقتي بسم الله ما شاء الله قاريين وفاهمين وعارفين، والاسره عليها تاثير كبير جدا في هذه المساله. قولي بقى حضرتك ده بيقدر يعني تعملوه ازاي حاجه في نص السنه مثلا؟ الانشطه بتنزل قبل اجازه نص السنه بحوالي اسبوع، تمام؟ والمدرسه اللي بتتقدم ولا ولي الامر؟ لا خلاص، هو بعضويته هو نفسه هو اللي بيتقدم، يعني عندي مكتبه النشر هو بيعتمد على نفسه، هو اللي بيختار النشاط وبيخش من خلال موقع المكتبه بيحجز النشاط اللي هو عايزه. وفي ديسكريبشن ووصف لكل نشاط عشان خاطر هو يبقى عارف هو هيشترك في ايه وهيستفيد بايه. بيتفرج بيشوف الجدول، وبعد كده هو مثلا بيختار نشاط يعني لمس جواه اهتمام، ويحجز اونلاين. بتبقى عدد مثلا، بنحاول نطبق الاعداد، ان في الفتره الاخيره كان في اقبال كبير قوي على الانشطه. ايوه، خصوصا ان الانشطه دي لو اتعملت بره مثلا او كده بتبقى غاليه جدا، احنا بنوفرها مجاني، فاحنا بنحاول دلوقتي نكبر الاعداد بحيث ان احنا ندي النشاط ان الانشطه دي في قاعات، بحيث ان احنا نقدر اكبر كم من الاولاد يستفيدوا من الانشطه المقدمه. النصيحه اللي بتوجهها لكل اب وام ما اشتركش الى الان في المكتبه لابنه يعمل ايه؟ لا هو طبعا انا بنصح الجميع، مش سكان اسكندريه بس، سكان المحافظات في جمهوريه مصر، اسكندريه البحيره مطروح كفر الشيخ يعني القريبين، مش هنقدر نقول هو ممكن اللي ابعد من كده يجي زياره، لكن ان هو يداوم على النشاط اعتقد بتبقى صعبه. هي بتبقى صعبه طبعا في خلال يمكن في معظم اوقات السنه،
بس هو برضو في فترة الصيف، لأن في ولاد أو في أهالي بييجوا يقعدوا فترة كبيرة في اسكندرية، فاحنا برضو موجود عندنا في اشتراك شهري، فالاشتراك الشهري ده بيوفر للطفل إن هو يقدر يخش المكتبة في فترة شهر يعني، وحتى بيبقى أجر لا يقدر 10 جنيه يعني كل شهر. بالظبط كل شهر. لا طبعا، ما هو دي حاجه بسيطه، بس هي المشكله ان الاهالي بقت التنقلات اساسا عبء كبير عليهم. لكن حتى الاسبوعين دول بدل الجو مش حلو والدنيا، فيروحوا المكتبه هيبقوا نشاط وبيعملوا حاجه مفيده. نورتوني وشرفتوني، مزيد من التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. نورتوني، واتمنى ان تعمم هذه الفكره بشكل اكبر. و صدقوني القوى الناعمة بتؤثر بشكل كبير علينا فيما بعد لما بنكبر، فلو ابتدينا من في الطفولة والنشأة هيبقى النتاج المنتج اللي هيطلع اللي هو الطالب أو الطفل أو النشأة هيبقى مختلف كل الاختلاف. شكرا أستاذ سامر، نورتني. شكرا أستاذ خالد، نورتونا، ومزيد من التوفيق. واهتمام المكتبة بهذه الفئة العمرية شيء مهم جدا، ويحمد أو يبقى فيها حاجة فيها شكر كبير جدا إن حد بيهتم. وإحنا شايفين إن قصور الثقافة ما بقتش بتأدي دورها بالشكل اللي كنا زمان يعني بنشوفه بشكل كبير. فاصل ونعود إليكم على الهواء مباشرة، ما زلنا معكم مستمرين. عدنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، والحديث عن المواني. أهمية المواني في الدول شيء مهم جدا كتبادل تجاري، والحقيقة أي محافظة بيكون فيها ميناء مش بتؤثر على المحافظة فقط ولكن بتؤثر على الدولة، لكن نتاجها على المحافظة بيكون فيها رواج بشكل كبير جدا. من حظنا في الإسكندرية ان احنا يعني هيصبح عندنا ثلاث مواني. اول ميناء هي طبعا ميناء إسكندرية، اشهر واكبر ميناء، وميناء الدخيلة، وميناء ايضا والتطوير الذي يحدث. بيسعدنا اللقاء مع الأبطال محمد الهواري، اهلا وسهلا. نورتنا حضرتك. في البدايه كلمت عن ميناء الاسكندريه وبتقول ان فيها تطوير كبير جدا على ارض الواقع. اكيد ميناء اسكندريه هي اولا الاسكندريه هي عاصمه الثانيه لمصر، ومكانها الجغرافي والعاصمه الثقافيه الاولى. طبعا كنا في لقاء للثقافه قبل. طبعا فالنهارده لما بنتكلم على اسكندريه، اسكندريه النهارده هي عروسة البحر المتوسط. واهم المواني على مستوى البحر المتوسط هي ميناء اسكندريه. ايوه. وعمرها التاريخي معروف من الاسكندر. وجميع الترانزيت كان دايما بيجي عندنا في اسكندريه هنا. ويدل ان معظم صادراتنا 50% من صادرات مصر والوارد بتاعها كله بيجي على ميناء ايه؟ على ميناء اسكندريه. ايوه. فكان ميناء اسكندريه لازم يكون فيها تطوير، وتطوير فعال. مع احنا شغالين في البنيه التحتيه بقالنا فتره، لازم نوصلها مع المواني، وده اللي حصل عندنا في اسكندريه. اولا حصل تطوير في الارصفه، وسعنا الارصفه، وبل وسعناها النهارده بايادي مصريه. دايما العالم كله بيجيب شركات خاصه تعمل عندها المواني، لا احنا النهارده كمصر احنا الشركات المصريه هي اللي قامت بالبنيه التحتيه بعماله مصريه بمهندسين مصريين وبمواصفات عالميه. النهارده العالم كله بيشاهد تطور داخل اسكندريه. المينا النهارده دي مش جزء، مش ملك بس المصري، لا لا، عالمي، العالم كله بيبص عليك النهارده. طب حضرتك كلمني على جزئيه داخل اسكندريه. يعني يمكن احنا كمواطنين ما بنروحش المينا مثلا، لا نعرف ما يحدث في المينا. احنا عارفين ان ابو قير فيها طفره كبيره جدا، لكن ميناء الاسكندريه كان يعني بالامس القريب كان في تطوير شاهدناه، هل في هناك تطوير جديد؟ احنا دلوقتي فعليا التطوير قائم في ميناء اسكندريه، وبيربط دلوقتي بين ميناء اسكندريه الكبير وميناء الدخيله بميناء المكسر وهي الاوسط. بقت المواني كلها مرتبطه ببعض، وعملنا حواجز امواج دلوقتي ترابطه الثلاث مواني دولت. وبقى عندنا كمان اشتراك بين نظام النهري. احنا النهارده بقى عندنا النهارده ربط بين المواني بنظام نهري قايم من داخل، وده كان تطوير جديد من نوعه اللي احنا عندنا استخدامه، كانوا بقى لنا سنين غير مفعل. عملنا دلوقتي تطوير برضه السكه الحديد
بقى هيساعد مع المينا، مع المحاور اللي احنا ضفناها للمينا دلوقتي كلها بقت متواصله مع محاور التعمير، اكيد مشاهده الافتتاحات اليومين اللي فاتوا. لما جينا عملنا احنا طورنا الارصفه بضعف الموجود، يعني تخيل النهارده مينا اسكندريه على قوه الاستيعاب بتاعتها النهارده بقى عندها ضعفين قوه استيعابيه تانيه، يعني احنا بنتكلم النهارده في زيرو انتظار. يعني ان شاء الله مع الافتتاحات اللي هتبقى من شهر 3 الجاي لعند 24 قادم، احنا بعد كده مش هيبقى عندنا انتظار في مينا اسكندريه. تخيل احنا كنا كل سنه بندفع غرامات بسبب الانتظار من الاخر، احنا النهارده خلاص مش عندك انتظار، بقى انت مينا عالمي. ده بالنسبه لمينا اسكندريه هتخاطب بيها، وبقى احنا عندنا مشاريع كمان لوجستيه فيها دلوقتي. اللي احنا هنربط بين مينا اسكندريه ومينا السخنه. من القطر السريع. مينا السخنه برضو يعني القطر السريع هيفيدنا لوجستيه. ده كان تطور جديد اول مسبوق من نوعه في مصر، خلي بالك. ده الجزء بتاع المينا اسكندريه. طبعا ده هيحدث في اطار قد ايه؟ يعني احنا الخطه الزمنيه اللي عند 24. واحنا انت عارف احنا مصر دايما لو بنقول 24 بنخلص قبل كده. وده انجاز غير مسبوق قبل كده في مصر. وده احنا شاهدين كلنا، مش جديد يعني. واي حاجه الدوله النهارده بتحط ايديها فيها بتنجزها، وده تكمله لباقي المشروعات البنيه التحتيه. النهارده البنيه التحتيه وصلت 70% احنا بنقوم بيها النهارده. احنا بعد كده هندخل مستثمرين في جزء بسيط في التشغيل. دايما العالم كله بيدخل المستثمر في الاول، تعال انا عندي المينا تعال شاركني فيها. لا، النهارده انا اللي بنيت المينا، انا اللي طورت، انا عملت الارصفه، كل ده مكلف على الدوله. عشان كده تدخل المستثمر يبقى احنا المتحكمين في المستثمر اللي جاي. لا، انا عايزك بس في جزء في الاداره، وانا شايف هم حاملين اجزاء كمان لا تتعدى 10% بعد كده. ده انجاز كبير باذن الله. طيب كلمني اكتر بقى حضرتك عن ابو قير. ابو قير يعني احنا بقى لنا سنين بننتظر انه في تطوير كامل، والتطوير مش هيكون على الميناء فقط ولكن على مدينه او حي هذا الحي العريق القديم مع الحفاظ على التراث والاثار وكل شيء موجود فيه. احنا شايفين الصور اهو، يعني احنا لو تقول لي دي ايه، انا مش عارف دي دي ميناء الاسكندريه ولا ابو قير؟ لا دي اسكندريه. اسكندريه، لان في عربيات بالفعل. النهارده التطوير في ابو قير، ابو قير النهارده المنظور منها مستقبليا اللي هي ميناء جديد من نوعها على البحر المتوسط، وهتبقى اول ميناء عالمي على البحر المتوسط فيه الامكانيات الموجوده. ايوه احنا بنتكلم على الجزء الاقتصادي بجميع المراحل. هيبقى ميناء جنرال، ميناء عام. مش هتبقى متخصصه في نوع او اتنين من البضاعه. وثانيا هيكون ميناء سياحي، هيبقى عندنا ارصفه سياحيه موجوده فيها. وبقى هيعمل رقص سياحه في ميناء ابو قير. طبعا عاملين مواشي سياحيه هناك ومرسي خوت جميع. لا هي ميناء كتير من نوعها مش موجوده قبل كده وما حصلتش في مصر ولا في العالم كمان. طيب يعني في تصور حضرتك يعني انه احنا قدامنا قد ايه على ميناء ابو قير؟ ميناء ابو قير احنا قائمين فيها المرحله الثانيه. وبقى اللي خلاك في مصر في حاجه غريبه جدا. انا واحد عشان متابع على الارض فببقى مبسوط ان دايما المراحل عندنا بيشتغلوا مع بعض. دي جديد جدا، يعني النهارده المرحله الاولى جزء من المرحله الثانيه بتشتغل. ليه مقسمين احنا مراحل؟ فاحنا النهارده احنا حاطين خطه زمنيه لكل شيء. بس العمل على الارض مع القوة البشريه الموجوده بيخلص قبل من المده المتاحه يعني. طيب حضرتك احنا متحضرين لوجستيا لميناء ابو قير ازاي لربطه؟ انت كلمتني عن ان في ربط بين الاسكندريه والسخنه. طيب ابو قير هيكون الربط فين وعلى ايه؟ ابو قير هيكون في ربط بينه وبين غرب ميناء بورسعيد. يمر بجميع المواني. هيمر بدمياط، هيمر هيبقى ربطه بالقطره السريعه الجديده من القام حاليا، وهيبقى دي حركه تداول من ميناء ابو قير وباقي المواني كمان. مش هيبقى على خط البحر المتوسط. احنا عملنا شبكه طرق داخليه وعملنا طرق لوجستيه داخل مصر. احنا النهارده لا عندنا طفره في الطرق. في الطرق. الطرق دي هتفيدنا. ما احنا النهارده حتى في اي تنميه لازم لها طرق. الكلام ما كانش موجود قبل كده. خلينا واقعيين، استخدام النهارده هي كلها بكمل بعض. يعني جزء النقل النهارده احنا عملنا طرق الشبكات، النهارده بنهتم بالجزء البحري، وبالجزء البحري هو الاقتصاد النهارده صادرات مصر كلها.
والتعامل لو بنتكلم النهارده في التعامل الدولي هو المواني البحريه. احنا عندنا بس هنتكلم في 1000 كيلو على البحر المتوسط و1000 كيلو على البحر الاحمر و500 كيلو عندنا على الخليجين السويس والعقبه. احنا بنتكلم في دوله بحريه رقم واحد. غير كمان ان عندك الملاحه النهريه اللي احنا النهارده هنتفوق فيها الفتره الجايه ان شاء الله. وبقى احنا الملاحه النهريه يعني احنا عندنا كانت تكاد تكون توقفت، ما بقاش عندنا، لان كانت في اماكن كثيره مثلا في الاسكندريه فخلاص هي مش موجوده. لكن النهريه ديت هتبقى صعبه شويه. لا حطوا لها قانون جديد الفتره اللي فاتت ونظموها، وبقت الهيئه مسيطره على جميع النهر في مصر، وكان زمان منقسمه محافظات. لا النهارده بقت سياده واحده هم اللي هيقوموا بالارشاد في النهر. وده اللي شغال فيه حاليا، والمراسي اللي موجوده في الانهار. وانا اعتقد انها تكون ارخص في نقل البضائع، يعني كتير جدا يعني ارخص من السيارات بكتير. يعني هتبقى على الاقل السياره هتاخد لها حموله قد ايه، انما لما يكون في حاجه نهريه هتاخد بضائع كثيره جدا، وهيبقى السهوله في الممرات المائيه. بس هي القصه انها تكاد تكون انعدمت، ازاي هنرجعها؟ ومحتاجين استثمارات كتير جدا ان احنا نرجع ده. احنا شغالين فيها، والمواني موجوده، هو اكبر من اسكندريه هيبقى من اكبر مواني لاستخدام الانهار فيها. واحنا هتبدا منين؟ هتبدا من عندنا من الفرع بتاع النهر داخل على القناه، وبقى العمل الكوبري مش واخد بالك في الكوبري العلوم اللي جوه المينا ده، علوه ليه؟ عشان يعدوا المراكب من تحت، المركب هي النهريه. بقى احنا كمان النهارده المركب النهري على الكوبري القديم كان بيعدي كونتينر واحد، على الجديد لا احنا هنحطه اثنين كونتينر فهيزود الحموله. ده انا بقول ممكن نبدا من رشيد، بس اسكندريه ما بقاش فيها ممرات نهريه يعني لا كبيره معنا يعني ما تم توسيعها وتم تعميقها. احنا النهارده ما عندنا ارصفه وسط 17 متر، ما كانش موجود عندنا الكلام ده. النهارده ان تعملي رصيف 17 و18 متر ده انجاز كبير جدا، اللي معظم المراكب الكبيره النهارده بتخش عندك. عملنا ارصفه للاخشاب النهارده خاصه بيها، تطوير جديد، عملنا تطوير جديد للمرصفة الحديد. طب بما ان انت ملم بهذه القصة، البضائع الموجودة على الارصفة في ميناء الاسكندرية، اليس هناك سبيل بعد هذه التوسعة وبعد التطوير انها يبقى في سهولة بقى؟ يعني ما احنا بنوسع واحنا مش عارفين ندخل بضائعنا، نظرا لان في بعض القوانين المعوقة في اشياء كثيرة. كلامك مظبوط، دي يعني انت لامسه الواقع كويس جدا طبعا. طبعا وانا مش مواطن انا مواطن مصري، وكل ما بنقول لحد يا جماعه ده غلتوه ليه، ده عملتوه ايه، ده يقول لك البضايع لسه في المينا، اصل عندنا الجمارك مش عارفه عامله فينا ايه، اصل الاستيراد ايه. ف يعني احنا عندنا كل هذا التطوير في يعني في البنيه الاساسيه، وما عندناش بقى في سهوله ويسر وخروج واحنا جايين على رمضان. كلام مظبوط. لا احنا في مبادره عملها رئيس الوزراء وتم بالفعل، وكانت في ميناء اسكندريه في الاسبوع الماضي، وتم اخراج عدد كبير جدا من الحاويات من الميناء، اتفاقيه مع البنوك المصريه تمام، وتم عمل دلوقتي مبادره حتى مع شركات الشحن وشركه التنفيذ في داخل المواني لسهوله الاجراء وتوفير العمله ودفع الغرامات اللي جوه المينا. برضه نسبه الغرامات كانت كبيره جدا بالنسبه للمستثمرين، فعمل تخفيض فيهم برضه، وده في حاجات بتحل حقيقيا. ليه النهارده ما كانش عندك مكان وكان عندك ليه المواطن مش حاسس؟ بامانه ربنا يا ابطال، يعني شوف انت بتديني بوادر امل جميله انه هيبقى في اصل وجود مينا في اي محافظه، ده بيخلي الدنيا فيها رواج، في تجاره وفي سياحه وفي كل شيء. طيب المواطن في اسكندريه مش حاسس بكل هذه الاشياء، لا حاسس بما هو داخل المينا ولا بالعائد من المينا، فرص عمل يعني المفترض. احنا دايما في مصر ممكن بنتعامل قطاعات وده غلط، ممكن برضو يعني في برضو تقصير ممكن من الحته الاعلاميه شويه. لا والله احنا يعني بالعكس، انت النهارده ممكن يعني رساله من عندك هنا انت بتوصلي للناس
بس ممكن ايه مع امور الدوله. انا بحب اقول للناس ان في امل انه انبسطوا ان شاء الله يعني القادم افضل، لان اما تصدر لكل الناس ما فيش حد فينا مش بيعاني اقتصاديا. كلام صحيح. اللي كان بياخد كذا ما هم بقوش كذا، لكن الناس بتعاني بس مش لازم انا انكد عليهم كل يوم. ما هو انت بتعاني بشريحتك وانا بعاني بشريحتي وهكذا، لكن ان يكون في امل شيء مهم جدا. احنا في شركات خلينا برضو واضحين ان احنا النهارده واقفنا العصور، وده كانت بدايه جديده في العصر البحري في مصر، ونحاول نطور الجزء البحري اللي هو هيعيد نفع على جميع المواطنين وعلى مصر كلها. بالنسبة للاقتصاد الداخلي وبالنسبة لشغل المواني احنا شغالين فيه تطوير جامد جدا فيه. ممكن الناس مش لمسة احنا في ليه انت في باب تطوير، بس اكيد مشاهدين الوضع اكيد شايفين المعدات اللي داخلة ولا طالعة. وكان العمال احنا عندنا عمال طبعا شغالة كتيرة جدا داخل المينا وبره المينا. النهارده في المواني الجافه اللي خارج المينا شغاله برضو. كميه العربيات اللي مستنفعه من المينا، كميه العماله موجوده، بس احنا النهارده بنتكلم في واقع حيوي موجود داخل اسكندريه النهارده. وبنتكلم في فتره السنه دي هيبقى انجازات مبتدئه داخل اسكندريه. بعد ما خلصنا المحاور الخارجيه احنا شغالين داخل المينا، تمام؟ احنا بنتكلم خلاص احنا في شهر 3 اللي داخلين عليه ده اول افتتاح. فبوادر الافتتاحات هي القايمه ان شاء الله في السنه دي كلها باذن الله. والانجاز بيجيب انجاز دايما. وانا شايف هيبقى في فرص عمل طبعا، هيبقى في تدريبات فعليا. احنا عندنا برضه في حاجه احنا ناسيين، احنا عندنا الاكاديميه العربيه موجوده داخل اسكندريه. وفي غير الاكاديميه طبعا النهارده طبعا على شكل بس برضه ما تنساش ان خريجين الاكاديميه النقل البحري مش عارفين يشتغلوا. يعني في ازمه. بص حضرتك احنا لازم نوضح كل الامور. هو عشان ده في كده مقوله مش عارفه في الضباط البحري يقول لك انا الاباصين انا بس عايزه ازفر الباسبور. اقول لهم يعني ايه؟ يقول لك انا بس حتى لو مره مجرد ان انا اطلع. فمعنى كده ان في ركود في هذا القطاع ايضا. يعني الخريجين في الاكاديميه كمنتج، منتج محترم وكل حاجه اللي هو الطالب، لكن فين الشغل؟ لا مع التطوير ده هيبقى اول المستنفع منه هو اكيد الطلاب البحريين على مستوى جميع الاقسام. مش البحري بس، عندنا الجزء الهندسي، عندنا الجزء اللوجيستي، تمام. الاكاديميه انا ما انكرش اللي هم شغالين في جهود كبيره جدا جدا في التعاونات. لو احنا متابعين الفتره اللي فاتت كل يوم عندهم تعاونات بين شركات ملاحه، تمام، وبلا عندهم النهارده الرابطه نفسها، الرابطه الخريجين بتحاول، بس بيقول لك ما فيش. لا الجامعه مش رابطه بس، الرابطه بتحاول في جزء. الجامعه هي عليها الاساس الكبير، وده تعاون مباشر وده اقتصاد دول. يا استاذه النهارده مش على بند الاكاديميه بس، الاكاديميه احنا عندنا فروع كتير كلها بتصب في المجال البحري. ايوه احنا النهارده لما بنتكلم على اسكندريه، بنتكلم على ابو قير، جزء ابو قير، بنتكلم على دمياط الجديده، لما ده كله ده انفتاح ويفتح شغل لجميع الطلبه. وفي الجزء الجديد اللي هم شغالين في تطوير الاسطول البحري المصري. هنا بقى هنا دي الحته حساسه جدا احنا بنتكلم فيها دايما. فين مراكبنا؟ لا الدوله النهارده اتجهت ان هي تجيب مراكب. وشغاله دلوقتي في معيار ان اجر مراكب اشتغل بيها مؤقتا عشان اجيب حاجتي من بره. النهارده كنا كل المراكب بتجي لنا خاصه بره ملهاش علاقه بمصر. وبنحاول نغير كمان القوانين البحريه. عشان الاعلام. النهارده في اساطيل زي اسطول، يعني النهارده علم بنما بس عمل اسطول 7000 مركب على مستوى العالم. ايوه ده اسطول رهيب، هو علم بس لا يملك مركب. بس اخد خدمات، اخد تراخيص عنده. احنا مصر عندنا يعني كان في قيود في التراخيص شويه. ايوه لا انا شايف في تعديلات، وانا دايما متابع كويس جدا اي تخصصك تخصصك يعني برضو الفريق كامل مركز قوي على التعديلات دي دايما. بيتكلم عليها، انا عايز المراكب تيجي، عايز الاصلاحات عندي، عايز السنه بتاعتي تشتغل. عايز كل وانا لما هتجي لي مراكب هبقى سعيده جدا بان انا هيئت لها خلاص كل شيء. انا بهيئ لها اللي هي عايزاه. طلباتك ايه؟ ما تقفش انتظار عندي، عايز تعمل ترانزيت عندي، منطقه لوجستيه عندي، صيانه عندي، ما كانش موجود الكلام ده. فانا لازم ادي امل من مكاني وخدمات بحريه، ما انا هشغل ناس. ما انا لما تجي لي مراكب
وتقف عندي حتموا وتاخد اكل وتاكل وتكاتل ملاحيه وكل شيء. احنا كل شيء مرتبط بالبحر النهارده، اقتصادنا كله مرتبط بالبحر. يا ريت، اتمنى والله جدا. يعني انا عايزه حضرتك قبل ما اختم انك انت تقول كده للناس في اسكندريه بشره امل، اطلاله ان ابو قير ان شاء الله في طريقها، وان اسكندريه التوسعه اللي داخل المينا هتؤثر بشكل ايجابي على المنطقه والمحيطه وعلى اسكندريه كسياحه وكتنميه وكبيع وشراء وحتى البضائع القادمه. كلام مظبوط، انا باكد كلامك اللي ان شاء الله الفتره القادمه هيبقى في ازدهار كبير جدا في اسكندريه وضواحي الاسكندريه، تمام؟ وده هيبقى مكسب للجميع وللدوله كلها، ودي مش هتبقى بداية، لا دي بداية مستمرة يا رب في التطوير بإذن الله الفترة القادمة. هذا ما نريد الحقيقة خير. يعني احنا متفائلين بجد ان شاء الله. يا باقي استر لنا الباقي. انتهت حلقتنا، لكن لقاءاتنا دايما متجددة كثيرة عديدة. ساعدنا بلقاء سيادة الأبطال محمد الهواري، على أمل اللقاء دائما ان شاء الله من خلال قضايا ساخنة. كانت معكم أمل صبحي.